كان من صلاحياتنا وكان من عملياتنا وكان من توصيات سيد رئيس الجمهوريه بالنسبه للسرطان لو بلان لو دوزيام بلان كونسير اون فا لو ديماري، ونعمل ان تكون في كل مستشفيات على الاقل المستشفيات الولائيه وكل مستشفيات كبرى يكون فيها مسرعات زاكسيليراتور، لان المواطنين يعانيوا كثير. احنا رانا نعمل باش نسق ان شاء الله ونعطي، وبالفضل في هذا جديد وبشرنا به هو انشاء وكالة وطنية لرقمنة الصحة، وحنا نعمل ان الرقمنة هي كلش، تعطينا نظرة يومية وشاملة ودقيقة على كل ما يجري في القطاع الصحي، بالنسبة الملف الالكتروني للطبيب، بالنسبة للمخزون، بالنسبة للمواد البشرية، بالنسبة أشياء عديدة هذه ننطلق فيها إن شاء الله في أقرب وقت، لأن المشروع قُبل من طرف مجلس الحكومة.